السلام عليكم. ربنا خلق كل جسم ليه شكل، فانت مش هتقدري تغيري الجينات والشكل، انما كل اللي انت تقدري تعمليه ان انت تتمرني على حسب شكل جسمك عشان تحرقي الدهون وتوصلي لهدفك. الفيديو ده كان فيه ناس كتير قوي المتابعات للصفحه بتاعتي اللي خاصه بالسيدات والبنات طلبوا الفيديو ده. انواع الجسم، اول جسم عندك اللي هو الابل او التفاحه، ده بيبقى الجزع والنص العلوي من الجسم اعرض من الاوراق ومفيش تقريبا وسط، وبيبقى فيه دهون حوالين منطقه البطن او الوسط. بالنسبه للتمرين لازم تلعبي الفول بادي ورك اوت، يعني تمرين الجسم كله، ويبقى فيه اللي هو هاي انتنسيتي انترفال تريننج وتمارين البلانك. بلانك ده اللي هو اقوى تمرين من تمارين البطن، ليه؟ عشان احنا محتاجين نقوي منطقه البطن، بجانب بقى التمارين المركبه اللي هي زي الجزء السفلي بتاع الجسم زي السكوات واللانجز والديد ليفت عشان نقدر نزود الكتله العضليه. طب بالنسبه للاكل او الغذاء، ابعدي عن الكربوهيدرات المكرره زي طبعا الايه العيش الابيض والمكرونه والرز، وتاكلي الحبوب الكامله زي الشوفان والشعير والذره والكينوا والرز البني والفريك. لازم تهتمي بايه؟ بزيت الزيتون، لان طبعا الدهون الصحيه مفيده جدا للجسم. حاولي تاكلي من 5 لـ 6 مرات في اليوم عشان تزودي التمثيل الغذائي، وتهتمي بالاكل الغني بفيتامين سي، ده عشان يقلل مستويات الايه الكورتيزول اللي هو هرمون الهدم في الجسم. تاني نوع عندنا اللي هو البير اللي هو الكمثرى، وده بيبقى الجزء والجزء العلوي من الجسم اصغر من الافخاد وبيبقى فيه وسط. بالنسبة للتمرين لازم نلعب بأوزان تقيلة خاصة في الجزء العلوي عشان يكبر، وتكرارات عالية مع الجزء السفلي عشان يحرك العضلة، مع الاهتمام طبعا بالكارديو 3 مرات في الأسبوع وتبقى المرة مش أقل من 30 دقيقة. بالنسبة للأكل لازم تشيلي الدهون المشبعة من الأكل زي إيه؟ زي الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والزيوت المهدرجة في الأغذية المصنعة. حاولي دايما تخلي فيه منتجات ألبان قليلة الدسم في كل وجبة عشان الكالسيوم بيساعد في حرق الدهون زي إيه؟ زي الجبنة القريش والزبادي واللبن. مع الاهتمام بقى بالكربوهيدرات اللي فيها زي حبوب كاملة زي الشوفان والرز البني، ونهتم برضو بالبروتين زي الأسماك والفراخ. برضو لازم تهتمي بالأكل الغني بالألياف اللي هو زي العدس والخرشوف والبازلاء والبروكلي والشوفان والشاي. تالت نوع من الأجسام عندنا اللي هو الأور جلوس اللي هو بيبقى زي الساعة الزجاجية، ده بيبقى الجزع والأفخاد تقريبا بيبقوا زي بعض وفيه بيبقى وسط باين. بالنسبة للتمرين أحسن حاجة تعمليها إن أنت تجري وتلعبي اللي هو الهاي انتنسيتي انترفال تريننج عشان يظبط الجزء السفلي من الجسم. وممكن نلعب برضو اللي هي العجلة اللي هي بتبقى موجودة في الجيم. في الجيم بقى ممكن نلعب التمارين تكرارات عالية، ممكن نلعب مثلا 30 عدة في التمرين الواحد عشان الجسم ده بيكون بيبني عضلات اسرع بكتير من الاجسام التانية، فاحنا مش عاوزين اوزان تقيله خالص، احنا مش عايزين نبني كتله عضليه في وقت قليل. وممكن نلعب تمارين اللي هي الفول بادي. بالنسبه للاكل نزود بقى في البروتين ونهتم بيه زي صدور الفراخ والتونه والخضروات اللي هي زي البروكلي والفواكه، وتبعدي بقى عن المشروبات الغازيه وكل الاكل اللي ممكن يبقى فيه سكريات. وممكن كمان ناكل البروتينات اللي هي النباتيه زي الفول والعدس والبقوليات. اخر بقى جسم عندنا اللي هو الجسم الريكتانجل، ده بيبقى الجزء والجزء العلوي بيبقى زي الافخاد والوسط بيبقى ماشي معاهم، وبالتالي بيعمل الشكل اللي هو المستطيل. بالنسبه للتمارين لازم نتمرن باوزان تقيلة عشان نعمل شكل للجسم، ويفضل الجري مسافات كويسة أو سباحة أو نعمل جهاز الإليبتيكال، ممكن حتى نمشي أو نعمل تمارين اللي هي الدانس أو الرقص، وبتبقى ممكن من 20 لـ30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع. بالنسبة للأكل طبعا هنهتم بالبروتين والنشويات المركبة زي الرز البني والشوفان والشعير والفواكه والخضروات زي الطماطم والتفاح والبروكلي والخيار والجريف فروت. وطبعا مع التأكيد إن أنت لازم تبعدي عن الرز الأبيض والمشروبات الغازية والأكل اللي فيه سكريات. ويا ريت لو عندك أي سؤال أو استفسار تكتبيلي في الكومنتات تحت، والسلام عليكم.